افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام الجناح المزهر في واجهة المجاز ومعرض مسجد الطائر في مسرح المجاز ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية في دورته العشرين والذي تنظمه دائرة الثقافة ويستمر حتى 23 من يناير القادم. أثر هو الثيمة التي يطل بها علينا مهرجان الفنون الإسلامية في دورته الجديدة ليعكس القيمة الفنية وتفرد المهرجان بطريقة إبداعية، حيث افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام عملين فنيين في واجهة المجاز ومسرح المجاز. تفرد العملين بإطلالة تعكس قيمة الفن الإسلامي. نحن في إمارة الشارقة اليوم مع افتتاح مهرجان الفنون الإسلامية نرى عملين. العمل الأول يعني كان متميز ب يعني مواصفات مختلفة، جمع فيه بين الحضارة يعني الإسلامية وبين الحضارة الغربية كذلك، وهذا ما نشاهده أيضا في الخلف في المسجد الطائر، جمع بين الحضارتين، الحضارة العربية والنقوش يعني الغربية كذلك. ففي واجهة المجاز تفقد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الجناح المزهر وتجول في محيطه مستمعا إلى شروحات حول العمل الذي اتخذ منه الفنانون القبة شكلا فنيا مفرغا وفق أنماط متفردة تعكس جمالية العمل. أما على مسرح المجاز فكان معرض المسجد الطائر متفردا هو الآخر بتميزه بالضخامة وفكرته التي تقوم على ارتفاعه من سطح الأرض بتثبيته على خيوط قوية الصنع. يبتدأ سر التميز في اختيار هذه الأعمال من شعار المهرجان أثر، فنختار أولا شعار لهذا المهرجان ومن ثم نشرح شعار المهرجان للفنانين على المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية يبدع في إنتاج العمل بما يحاكي هذا الشعار. طبعا في أعمال مقبولة وأعمال مرفوضة، يعني العمل المناسب لشعار هذا المهرجان الأثر يتم قبوله. تنوع الأعمال المشاركة شكلاً ومضموناً يعكس توق الفنانين في تقديم رؤاهم والتعبير بصرياً عن مفاهيمهم الجمالية ذات الصلة بالفنون، ناهيك عن تجسيد المفاهيم الإسلامية بطرق فنية جميلة تبين بوضوح الثيمة التي يقوم عليها المهرجان هذا العام ليترك أثراً فعالاً في ذاكرة الزائرين. إنه مشروع الشارقة الثقافي الذي يأتي لنا بكل عام بأعمال مختلفة ومتنوعة جاءت من شتى بقاع الأرض لتجد من الشارقة أرضاً خصبة لتعرض بها هذا الفن الإسلامي. لأخبار الدار وليد عارف من الشارقة.